هنكمل مع بعض المحاضرة الثالثة في التصميم الهندسي للطرق السايد ديستانس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الستوبنج سايد ديستانس، المرة دي هنبتدي نتكلم عن الباسنج سايد ديستانس، وقلنا ان هي اقل مسافة رؤية تلزم السائق لكي يتخطى مركبة بطيئة امامه دون ان تصطدم بالمركبة في الاتجاه المقابل، ويتم احتسابها على طريق تو لين تو واي. ناخد بالنا من الحتة دي كويس، ان دي ما بنحسبهاش غير على تو لين تو واي، لان لو طريق متعدد الحارات وفي جزيرة في النص ملهاش معنى مسافة التخطي ايه. طيب خلينا نقول ان الباسنج سايد ديستانس عبارة عن 4 مسافات، دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4، ونركز شوية في الرسم اللي قدامنا عشان نعرف ايه الفرق ما بين كل واحدة والتانية. الدي 1 هي المسافة اللي بيقعد السائق يتحرك لناحية الشمال يشوف الطريق قدامه مفتوح ولا لأ عشان يقدر يتنقل للحارة اليسرى الناحية الشمال. يبقى هنقول هي مسافة إدراك السائق وأخذ قرار التخطي ووضع سيارته على الحارة المخالفة. طيب دي 2، المفروض دي 2 هي المسافة اللي هيفضل السائق ماشي بيها في الحارة المخالفة، يعني هي المسافة التي تحتل فيها السيارة المتخطية الحارة اليسرى. طيب دي 3 هي المسافة اللي بعد ما يرجع هيمشيها لغاية ما يقابل السيارة اللي كانت جاية في الاتجاه المقابل اللي هي باللون الأزرق. يبقى هي المسافة التي تسير فيها العربة المتخطية بعد عودتها لحارتها اليمنى وقبل مرور السيارة المقابلة بجوارها. الدي 4 بقى هي المسافة اللي اتحركتها السيارة المقابلة أثناء ما أنت عملت الـ3 مسافات. طيب بيتحسبوا ازاي؟ لا ده كل واحدة ليها معادلة. المفروض الدي 1.278 في الدي 1 بنفتح قوس ال V ناقص ال M زائد ال A في ال T 1 على 2. طيب نبتدي كده حاجة حاجة. ال T 1 ال Preliminary Delay أو ال Initial Maneuver أو ال Hesitation Time. ناخد بالنا من الـ3 مصطلحات لأن وارد إن أي حد فيهم يجي لك في المسألة فتبقى فاهم هو يقصد إيه. يبقى يا إما Preliminary Delay أو Initial Maneuver أو Hesitation Time، دول الـ3 مصطلحات اللي بيجوا دايما. طيب ال V هي عبارة عن سرعة السيارة المتخطية اللي هي Passing Vehicle Speed. خد بالك في فرق بين المتخطية والمتخطاه. طب لما نقول Overtaking يبقى المتخطية، طب Overtaken يبقى المتخطاه. نركز لأن دي حاجات بتفرق جدا في المسألة ممكن تحل غلط. طالما ما قدرتش تترجم المسألة لرسم صح أو لمعلومات سليمة مش هتقدر تحل المسألة صح. طيب الام هي فرق السرعة ما بين السيارة المتخطية والسيارة المتخطاة، وعادة بتؤخذ من 10 ل 15 كيلو في الساعة. طب الايه هي الاكسلريشن ريت، وبيؤخذ في المعتاد 2.5 كيلومتر في الساعة على الثانية. طيب الدي 2 بوينت 278 في في التي، وخدوا بالكم ان القانون ده بيتكرر كتير في الغالب هو اللي بيفرق فيه الفي يقصد بيها ايه والتي يقصد بيها ايه. هنا التي يقصد بيها الليفت لين اوكيوباينج تايم، يبقى هي الوقت اللي قعده او اللي استغرقته السياره في الحاره اليسرى. السياره قعدت في الحاره اليسرى كام ثانيه، وده بيبقى هو ده التي 2. طيب بالنسبه للدي 3.278 في في التي 3، التي 3 هو السيفتي تايم. خلي بالك هي موضوع التي في كل واحده متعلقه بالدي بتاعتها، يعني الدي 2 قلنا ان هي المسافه اللي بتحتلها السياره المتخطيه في الحاره اليسرى، فوضع طبيعي تبقى التي بتاعتها الزمن اللي قعدته في الحاره اليسرى. طب الدي 3 المسافه لما رجعت تاني الحاره اليمنى، طب ما هو وضع طبيعي ان احنا نسميها السيفتي تايم، ونقصد بيها ان الوقت اللي استغرقته العربيه بعد ما رجعت حارتها وبقت في الامان. السيفتي ديستانس المفروض ان هي في المعتاد بتبقى من حوالي من 30 ل 40
متر. طيب الدي 4 هي تلتين الدي 2، ودي اسهل حاجه فيهم. طيب في عندي قانون، القانون ده مهم جدا، وارد جدا يقابلك، ولو انت مشروع طرق بعد كده هيقابلك كتير، ان الباسنج سايد ديستانس بتبقى من 3 ل 4 مرات للستوبنج سايد ديستانس. ده نحفظها كويس، ان وارد جدا تقابلنا لاي سبب. طيب نحل مساله كده مع بعض. Calculate the minimum side distance required for safe overtaking under the following roadway condition. The design speed of the road 90 km في الساعة. The overtaking vehicle speed 80 km في الساعة. The hesitation time 3 ثواني. The safety time ثانيتين. The overtaking time 10 ثواني. The acceleration rate 2.5 كم على الساعة على الثانية. طيب الحل، هنقول ان الباسنج سايد ديستانس بيساوي الدي 1 زائد الدي 2 زائد الدي 3 زائد الدي 4. هنفضل نجيب كل واحد فيهم بالترتيب. الدي 1 بوينت 278 في التي 1، بنفتح قوس، الفي ناقص الام زائد الاي في التي 1 على 2. القوانين دي تتحفظ يا جماعه لانها مش هتجيلكم مكتوبه، نحفظها كويس جدا. هنقول بوينت 278 التي واحد، قلنا ايه هو الزمن اللي انا بستغرقه في نفس حارتي عشان اتنقل للحاره الثانيه. طيب هو هنا مسميه ايه؟ هيزيتيشن تايم، زمن التردد. فعلا انا لسه ما اتحركتش للحاره اليسرى، وقاعد عمال اجي الشمال ابص الاقي عربيه جايه قدامي ارجع تاني يمين، بناء عليه ده بنسميه الهيزيتيشن تايم، ده 3 ثواني. نفتح قوس، انا عندي هنا الاوفر تيكن، دي السياره المتخطاه. طب السياره المتخطيه هنا ايه؟ لا هي سرعه الطريق، خلاص هنا هاخدها 90، ده سرعه الطريق العاديه. يبقى 90 ناقص 10 مضروبه في الاثنين ونص في الثلاثه، الاثنين ونص الاكسليريشن ريت، الثلاثه هنا اللي فرضناها، لا ده هي الهيزيتيشن تايم، الثلاثه هنا هي الهيزيتيشن تايم على 2. الإجمالي هيساوي 69.8 متر. طيب يبقى كده دي الدي 1. الدي 2، الدي 2 بيساوي بوينت 278 في الفي في التي 2، يبقى بوينت 278 الفي اللي هي سرعة الطريق أو سرعة السيارة المتخطية. هنا ما ادهاليش صريحة، بس طالما ما ادهاليش صريحة باخد سرعة الطريق، مضروبة في 90 مضروبة في العشرة. العشرة دي جبتها منين؟ اللي هي الأوفر تيكينج تايم. طيب طلعت 250 متر. الدي 3 بوينت 278 في الفي في التي، برضو الاختلاف الوحيد اللي عندي هنا في التي 3 اللي هو السيفتي تايم، لما انا رجعت بقى للحاره اليمنى تاني. الدي 4 تلتين الدي 2، يعني تلتين في ال 250 166.7، يبقى الباسنج سايد ديستانس مجموع الاربع مسافات طلعوا 536.5 متر. طيب اكزامبل تاني. On approach of two lane two way after vehicle A had applied the brake، يعني بعد ما داست الفرامل، it's need 80 متر to stop، احتاجت 80 متر عشان توقف. So the vehicle P was tried to pass vehicle A. The passing side distance 700 متر يوزنج داتا، الداون جريد 3%، الام 10 كيلو بير هاور، الاي 2 كيلو بير هاور بير سكند، التي 1 1.5 سكند. الريكويرمنتس تيز ريكوير تو كالكوليت لين اكيوبانسي تايم. طيب هنقول هو قال هنا ايه؟ افتر بريك، يعني الشق الثاني من الستوبنج سايد ديستانس، اول ما هو داس الفرامل يعني رجله على الفرامل بقت محتاجه 80 متر، يبقى هنقول ان ال 80 بيساوي في تربيع على 255 مضروبه في الاف ال ناقص ايه؟ الايه؟ الداون جريد اللي هو مديهولي. يعني ال في سكوير هيساوي 80 في 255 في بوينت 278، يعني ال في اي هيساوي 74.21. كده جبنا سرعه العربيه من الشق الثاني من قانون الستوبنج سايد ديستانس. طيب ذا فيكل
he tried to pass vehicle A. كلام جميل. يبقى سرعة ال vehicle P هنزود عليها ال M. احنا كنا بنقول من 10 ل 15، ليه فرق السرعة ما بين العربيتين؟ يعني هنقول لو افترضنا ان هي 10 وهو مديها لي فوق في المسألة، مش محتاج ان انا افرضها. يبقى ال VP ب 84.21. طيب ال D 1 هيساوي 0.278 في ال VP العربية المتخطية ناقص ال M زائد ال A في ال T 1 على 2. أنا كله هنا معروف عندي، فبالتالي جبت ال D 1 طلعت ب 31.57 متر. طيب ال D 2 0.278 في ال V في ال T يبقى طلعت ب 23.41. اللي مختلف هنا عندي او اللي انا اللي مجهول هنا عندي التي 2، ما اداهوليش، ده هو طالبه في المساله اصلا. طيب التي، يبقى انا هنا طلعت الدي 2 في مجهول التي 2، يبقى بوينت 2 23 41 من 100 في التي 2. طيب يبقى دي معادله. طيب الدي 3 انا ما عنديش ليها هنا ايه اي بيانات خالص، فافرضها ب 30 متر. الدي 4 تلتين الدي 2 يعني 15.61 تي 2، لان هي اساسا كده كده كانت في مجهول التي 2. نرجع بقى للقانون الاساسي، الباسنج سايد ديستانس بيساوي دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4. خدوا بالكم انا عندي الدي 2 والدي 4 في مجهول التي 2، يطلع التي 2، ما هو ده المجهول الوحيد اللي في المعادلة، يطلع التي 2 ب 16.4 من 10 ثانية. كده احنا خلصنا الباسنج سايد ديستانس، هنتنقل على الديسيجن سايد ديستانس، وهي صغيرة يعني مش كبيرة. المفروض الديسيجن سايد ديستانس هي المسافة التي يكتشف فيها السائق شيء غير متوقع ويستطيع أن يغير سرعته أو مساره ثم يستكمل رحلته، ويكون الشيء الغير متوقع مثل تغيير قطاع الطريق أو أماكن مزدحمة. طيب شكل تغيير قطاع الطريق يمكن قابلنا كتير واحنا سايقين، زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا. الأماكن المزدحمة هنقول ال decision site distance بيساوي ال دي 1 زائد ال دي 2. ال دي 1 0.278 في ال V في ال T 1 زائد ال T 2، ودي هي المسافة قبل المناورة. ال دي 2 0.278 في ال V في ال T 3، وهي المسافة بعد المناورة. ايه بقى الاختلاف؟ زي ما قلنا في الالتهاك، التي واحد زمن الادراك اللي هو 3 ثواني اللي كان موجود في الاستومنج سايد ديستنس. طيب التي اتنين زمن اتخاذ القرار من 2 ل 7 ثواني. التي تلاتة المانوفر تايم اللي هو زمن المناور وبيتاخد ب 4 ثواني. انا عايز منكم برضو ان انتوا تحفظوا الرنجات، او في المعتاد الارقام بتاعت الاتهاد دي بتمشي بكام، لان وارد جدا يبقى في رقم من دول مش موجود تفرضه وتكمل شغل. ناخد اكزامبل على الديسيجن سايد ديستانس، هنقول ديتيرمين ذا ماكسيمم ستوبنج سايد ديستانس فور ا رود ويز 150 متر ديسيجن سايد ديستانس نوينج ذات التي ب 2.5 سكند والاف ال 0.3 والجي سالب 3%. الديسيجن سايد ديستانس هيساوي الدي 1 زائد الدي 2. خدوا بالكم انا عندي البوينت 278 هي هي والفي هي هي، فانا ممكن اخليهم مع بعض واقول بوينت 278 في الفي، افتح قوس واجمع تي 1 زائد تي 2 زائد تي 3. طيب الثلاث ازمنه مش مديهم لي في المساله، افترضت قلت لات تي 1 زائد تي 2 زائد تي 3 ب 10 ثواني، طلع الفي هو المجهول الوحيد اللي عندي في المعادله، لان هو مديني الديسيجن سايد ديستانس 120 متر. طلع الفي كام؟ ب 43 كيلو في الساعه. طيب ارجع بقى، هو عايز الستوبنج سايد ديستانس، اصلا اعوض في قانون الستوبنج سايد ديستانس المعروف 0.278 في الفي في التي زائد في تربيع على 255 اف ال موجب او سالب جي، يبقى 0.278 في الفي اللي هي 43 في التي اللي هي ب 2.5 زائد في تربيع اللي هي 43.2 على 255 مضروبة في 27%. هي اما الرقم ده، انا بيتهيألي الرقم ده مش مظبوط، لان المفروض عند سرعة 43 الاف ال ب 38 من 100،
لما نيجي نشيل منها الداون جريد السالب 3، كان المفروض دي تبقى بوينت 3 5. هنا دي محتاجه تتعدل. يعني هستأذنكم بردوا عليا قولوا لي الرقم الصح كام لو هنعوض ببوينت 3 5. والبوينت 3 5 ده جاي منين؟ اللي هي ال 38%، ال 38% اللي هي هنا اهي، اللي هي في الجدول بتاعنا بتاع الاف ال عند ايه 43 تقريبا، 38 او 37، ونخصم منها الثلاثه تطلع ب 35%، ونشوف الرقم الصح هيبقى ايه، لان الرقم ده كده ايه